يعني مبادره آه. مسرح العرائس المتنقل وفن العرايس هو فن شعبي جميل جدا ومهم جدا وممكن من خلاله كمان اقدم قيم المجتمع المصري زمان كنا بنشوف حاجه اسمها مسرح السامر والفنون الشعبيه او الفرجه الشعبيه كلمينا اكتر عن المبادره دي آه هو هنلاقي كمان الاراجوز كمان آه داخل كتراث عالمي فهي العروسة هي وسيلة جيدة جدا للحكي بتقوم بتعديل سلوكيات ومفاهيم عند الأطفال مفهيم. إحنا ابتدينا نفكر بقى في جزئية تانية إنه الطفل بدل ما طبعا أسلوب التعليم المتحفي ما بيبقاش فيه تلقين فأشبه بالحكاوي بيبقى في جولة شيقة بنخطف الطفل في جولة شيقة فقلنا ممكن كمان نستهدف السن الصغير سواء بقى بري سكول او اطفال المدارس ف اوتوماتيكلي هو اللي هيحفظ السكريبت اللي انا بديهوله ده المحتوى علشان هو حابب يلعب بالعروسه فانا مش هفرض عليه انه هيحفظ لكن هو هيلقط الحوار وهيبتدي يحصل تعلم عن طريق اللعب يعني في البدايه بيبقى مسرح العرايس بيبتدي يحكي القصه وبعد كده هو بيبتدي الولاد ان هم يجربوا طبعا وشغوفين فيبتدوا يلعبوا ادوارنا فخلاص المعلومه سبتت في ذهنه مش هينساها بقى بعد كده اختاروا <applause> القصص ازاي ابتدينا في الاول خالص الكلام آه ده بدايه العرايس خالص بقى في في الاثار من 98 من 98 كان في متحف جاير اندرسون <applause> انا فاكره كان آه, 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 اه كنت عملت طبعا انا اصلا فنانه تشكيليه عشان تبقوا عارفين فخريجه تربيه فنيه الزمالك فبندرس حاجات كتير جدا تخصصات مختلفه فعملت ايه عروستين ثلاثه منهم عروسه سمراء اللي هي الخادم بتاع جاير اندرسون <applause> فمفروض انه في كشك في الجنينه فهو بيطلع ويكلم الاطفال انا خدام سيدي جاير باشا اندرسون <applause> سيدي البي كان طبيب في الجيش المصري ويبتدي يحكي لهم القاعات الموجوده والصالات الموجوده في البيت <applause> ويعزمهم ان هم يدخلوا فدي جزئيه جزئيه تانية كنا شغالين على مشروع ربط المحتوى المكتبات او الكتب اللي موجوده في المكتبات بالمقتنيات الاثريه يعني ازاي اقرا كتاب عن الموسيقى وابتدي اعرف ايه هي الموسيقى اللي موجوده والالات الموسيقيه الموجوده مثلا في المتحف المصري فتبتدي برضو العرايس تحكي سيناريو زي كده اخر حاجه كانت مع الصم كانت عروسه بقى ماريونات كنت مصممة عروسة في شكل عروسة لابسة طرحة وفستان فرح فالقصة دي بقى بتاعت حمام إينال حمام إينال الموجود في القاهرة التاريخية في شارع المعز. فمفروض إيه في مقولة مشهورة اللي هي اللي اختشوا وماتوا <applause> فبنتكلم آه. على حمام إينال وإن هي بقى إيه طبعا كانت إيه حاجة كوميك كده قعدت تهزر مع الصم وكان في مترجم إشارة ابتدى يترجم لهم إن هي مبسوطة إنها ما راحتش لأن الحمام ولع <تصفيق> <تصفيق> <تشعر> يعني... <تصفيق> 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 ايوه بالظبط وقعدت تحكي بقى على ان الميه وكانت بتبقى في في مواسير من الفخار والتفاصيل وان هم ابتدوا يشاركوا الرجال بعد ما الحمام ولا في الحمام الثاني اللي بعده الشعبي انه بقى نص الايام للنساء ونص الايام للرجال فدايما عن طريق الحكي بشكل شيق وعن طريق اثارتهم انهم ايه شغفهم ان هم يلعبوا بالعروسه